السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد في تدابير منزلية ووصفات للعناية بالصحة الجمال البيت وغيرها من الوصفات. نبدأ اليوم على بركة الله وصفة جديدة، واللي هي كيفاش نخلو الكارلاج نتاع المنزل يلمع. كما رانا عارفين ديما نعيو ننظفو فيه ونعيو نديرو في الصابون وجافيل وهذا خل وهذه، يعني شحال من وصفة، لكن اليوم بإذن الله جبت لكم وصفة فعالة ومجربة رايحين نديرو فيها كيفاش نخلو الكارلاج نتاعنا يلمع. اذا نحتاج في هذه الوصفه لمكون اساسي ورئيسي اللي هو بيكربونات. بيكربونات، هاوليك بيكربونات. نحتاج نص كوب من البيكربونات، نفرغه عندنا هنا في الخليط. هنا عندي لتر ونص من الماء، هنا بمجرد انكم تصبوا البيكربونات راح يبدا يتفاعل. نخلطوه جيدا حتى مع الماء. عندنا هذا الفوي ديما دايرتها لهاد الخلطات والوصفات. نزيدو له ملح خشن، نصف كوب ايضا. نزيدو له نصف كوب خل ابيض. شوفوا لما نصبوا الخل راح يصرى تفاعل ايضا، هذاك التفاعل هو اللي من بعد راح يخلي الكارلاج نتاعنا يلمع. هذا الكوب راهو فارغ، نسيتو فارغ. نزيدوا له هنايا صانيبو، اي نوع تحبوه ولا اي عطر تحبوه. هذا صابون، ونزيدوا الصابون، صابون سائل، ايزي سائل ولا اي نوع اللي تستخدموه. هكذا هادو كامل، هنا تقريبا نص كوب من هذا الصابون السائل، هادو كامل صبيتهم في لتر ونص. بعدها نزيدو لهم لتر ونص من الماء الساخن، ماذا بيكم يكون ماء ساخن. نصبوه هنايا ونخلوه هذا الخليط، ونخلو الخليط يرتاح لمدة 10 دقائق. اهلا بكم، رجعنا لكم هنا بعد ما خلينا الخليط نتاعنا يرتاح لعشر دقائق. رايحين انا ندير في الطاس وراح نبداو نستخدموه ونشوفوا النتيجه. هنا راح نوريكم الكارلاج نتاعي من قبل كيفاش راهو داير، وبعد ما نحطوا الخلطه عليه ونحطوا هذا الخليط. ملاحظه، نقدروا نستخدموا هذا الخليط، مثلا تستخدميه مره تخلطي كونتيتي كبيره تحطيها في قارورات، ومن بعد تقدري تستخدميها وتخرجيها وقت ما حبيتي. يعني تقدري في كل نهايه اسبوع تخدمي خلطه كيما هذه، كل مره ترشي وتسيقي وتجبدي راح تجيك اسهل ان شاء الله. نروحوا نحطوا الخليط نتاعنا على الكارلاج ونرجعوا نشوفوا كيفاش. كيما رانا نشوفوا احبتي، شوفوا الكارلاج تاعي راهو شاب، يعني اصلا هو شويه قديم وما فيهش هذيك اللمعه. رايحين نحطوا عليه الخليط نتاعنا، هكذا نصبو على كامل الأرض هكذا، نصبو هكذا ونجيبو شيتا ولا المكنسة نحكوه مليح ونخلوه لمدة 5 إلى 10 دقائق ونعاود نشوف معاكم النتيجة. أهلين ورجعت لكم أحبتي، بعد ما كملنا حكينا بالمكنسة مليح ونشفناها، شوفوا كيفاش الكارلاج نتاعنا ولا ابيض ولامع. نتمنى تجربوها، مش نتمنى راكو لاحظتوا الفرق بين البيل والدرك. ان شاء الله تستفادوا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.